ولمناقشة تطورات المشهد على الحدود الأوكرانية الروسية في ظل التصعيد على جانبي الحدود، ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو الكاتب والمحلل السياسي الروسي ديمتري بريجيع. أهلا بك معنا سيد ديمتري. سيد ديمتري، هل تسمعني؟ نعم، أسمعك جيدا. أهلا بك سيد ديمتري. الإعلام العالمي يرى أن بوتين يحاول إعادة عقارب الساعة إلى الوراء وأحياء نطاق نفوذ الاتحاد السوفيتي، والكريملين من جهته يرى أنه فقط متمسك ببنود اتفاقيات تم إبرامها. كيف ترى موقف الطرفين؟ يعني اولا روسيا، يعني الموقف الطرفين حتى الان هو غير واضح. يعني اولا روسيا تطالب حلف شمال الاطلسي والولايات المتحده الامريكيه بان يعني لن لكي لا تكون اوكرانيا جزء من حلف الشمال الاطلسي، ولا تريد ان تكون هناك علاقات جيده بين الاتحاد الاوروبي واوكرانيا. ويعني هي دائما تحاول ان تكون هناك يعني علاقه جيده مع اوكرانيا، لانه نحن نعرف بان في زمن الرئيس السابق الاوكراني قبل الاحداث التي حدثت في اوكرانيا كان هناك يعني الرئيس السابق كان داعما للدور الروسي في اوكرانيا وفي هذه المنطقه بخصوص. ولكن نحن الان نرى بان الطرفان يذهبان للتصعيد. يعني راينا تصريحات الرئيس بايدن بانه سيرسل بعض القوات الى اوروبا، وايضا هناك يعني تجهيزات عسكريه قرب الحدود الاوكرانيه من الطرف الروسي. فحتى الان نحن نرى مزيد من التصعيد، ويعني يمكن ان يحدث نوع من الحوار في الايام القادمه، ونرى نوع من الاتفاق او ابرام اتفاقيه معينه بين الطرفين، كما حدثت اتفاقيه مينسك التي كانت بخصوص منطقه دونباس ولوغانسك لخفض التصعيد. يعني هناك من يرى أن موسكو لربما ذهبت إلى نقطة اللا عودة بإرسالها تعزيزات عسكرية على الحدود مع أوكرانيا، هل ترى ذلك؟ يعني روسيا هذه تدريباتها في الداخل الروسي، وهي لا تمس بسلامة وأمن أوكرانيا. يعني حتى الرئيس فلاديمير زيلينسكي قال ذلك، يعني هذه تدريباتها لا تهدد أوكرانيا مباشرة، ولكن يعني حلف الشمال الأطلسي والولايات المتحدة الأمريكية هم الذين يرونها في هذه التدريبات تحديدا. ولكن التوقيت؟ التوقيت هو توقيت يعني استعراض القوة. نحن نعرف بأن روسيا وكريميا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعني دائما يحاول استعراض القوة العسكرية، حتى ليس في الداخل الروسي أو في وضع في أوكرانيا. يعني استعرض القوة العسكرية في سوريا عندما يعني تم سيطرة أو فتح مطار حميميم العسكري في سوريا، وتم استعراض القوة العسكرية وتدريبات عسكرية أيضا كانت موجودة في هذه المنطقة في منطقة الشرق الأوسط. فنفس الشيء يحدث حاليا في قرب الحدود الأوكرانية. أيضا ماذا عن المناورات الروسية الصينية؟ يعني ليست بعيدة، تبدو أنها ليست بعيدة عن المشهد. كيف تقرأ هذه المناورات أيضا واستدعاء الصين في هذا التوقيت؟ يعني روسيا والصين لديها كثير من الاتفاقيات، وروسيا والصين حليفة لروسيا وحليفة استراتيجية وعسكرية لروسيا في كثير من الأمور، وحتى في أمور السياسات الخارجية. فليس غريب أن يكون هناك تدريب مشترك، لأن هذه يعني دولتين حليفتين في كثير من الأمور وكثير من السياسات الدولية. يعني في ظل هذا التصعيد من الطرفين، يعني لا يخفى على أحد أن كل طرف لربما يضغط باتجاه استحصال مكاسب سياسية، ما هي نقطة الاتفاق التي تبدو لك هي الأقرب الآن للوصول إليها من قبل الطرفين؟ يعني اولا يجب الجلوس الى طاوله الحوار ومناقشه الامور العالقه. يعني احنا نعرف بان طاوله الحوار هو الحل الوحيد، يعني مزيد من التصعيد سوف يذهب الى حرب عالميه، ولن تربح لا روسيا ولا حلف الشمال الاطلسي ولا الولايات المتحده الامريكيه. وروسيا تفهم ايضا بان الحرب لن تفيد روسيا، لان احنا نعرف بان في الماضي عندما ضمت روسيا شبه جزيره القرم كانت هناك كثير من المشاكل الاقتصاديه في داخل روسيا عام 2014، ويمكن ان يحدث نفس الشيء حاليا. ولذلك يعني لا روسيا تريد الحرب ولا الولايات المتحده الامريكيه تريد الحرب، لانها تفهم بان هذه الحرب هي حرب خاسره. يعني دبلوماسيا لا احد يريد الحرب، ولكن ما هو شكل الاتفاق الذي قد تقبل به موسكو وبالتالي ايضا لا يضر الولايات المتحده؟ اتوقع بان اتفاق كي لا تضم اوكرانيا لحلف الشمال الاطلسي وتبقى دوله يعني مستقله. ايضا في ظل كل هذه التداعيات، هل تتوقع
لربما كما ذهب أو يعني ذهبت مجلة ناتشونال انترست على لسان خبراء عسكريين استطلعت آرائهم، ذهبوا إلى أن توقعوا نشوب حرب عالمية ثالثة، هل ترى ذلك؟ نحن في يعني بشكل عام المحلل السياسيون في الداخل الروسي يعني اغلب حتى السياسيين الروس لا يرون بان يمكن ان تحدث حرب في الوضع الحالي، لانه الكرملين لا يريد الحرب، وحتى الرئيس فلاديمير زيلينسكي قال هذا الشيء، يعني انه لا يرى في التدريبات الروسيه تحديدا ولا يرى يعني نشوب بان تحدث حرب، ولكن هم يعني هناك تدريبات حتى من الطرف الاوكراني ومن الطرف الروسي، ولكن نشوب حرب يعني في الوضع الحالي مستحيل، ولكن يمكن ان يحدث في اذا روسيا دعمت الانفصاليين في دوباس ولوغان يمكن أن يكون هناك نوع من المواجهة، ولكن حرب كبيرة لا أحد يريدها. ما خيارات موسكو في حال يعني أقدمت الولايات المتحدة على فرض عقوبات إضافية على وخاصة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ يعني يمكن أن يكون هناك عقوبات تفرضها روسيا من الطرف، من يكون هناك عقوبات من الطرف الروسي للدبلوماسيين الاوروبيين والامريكيين، ويكون هناك تصعيد دبلوماسي فقط لا شيء اخر. نعم، اذا كنت ضيفنا عبر الهاتف من موسكو الكاتب والمحلل السياسي الروسي ديمتري بريجيع، شكرا جزيلا لك.